الله وبركاته. نقدر نيجي هنا ونشوف عايزين نعمل إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نختار كده مثلا إن إحنا عايزين نعمل مثلا المكان دوت، مكان الفضاء دوت، ترجع فيه. ممكن بقى تختار إن أنت تبني مثلا بيت كذا دور، تبني مستشفى، تبني. طيب قول مثلا إن أنا هاجي هنا، أنا هبني على الجزئية ديت، بس هعمل سور خليني أتأكد كده حجمه. طبعا كده هنختار المكان ده أمن فيه، وأقول له أنا عايز أبيت مش عارف إيه، طبعا أنا مش هختار حد يكون مراته مش عارف كده. كده نختار بقى إيه الأشكال. وخليه كرييتيف ونخليه فينياس، نخليه لا ده تلبس تلبس كده. دلوقتي بقى نبدأ مرحلة التباين. ممكن تبني في المبنى كده تمام، وبعد كده تبدأ ترسم حواري داخلية أو ترسم غرفة غرفة. مثلا أنا هقسم كده من هنا لهنا، ممكن مثلا هنا هيكون المدخل بتاعي، هنا مثلا عايز أعمل حمام مثلا. طيب خلينا نبدأ نحط بعض الحاجات وبعدين نشوف هنعمل ايه بعد كده. ده الباب اهو، وعايزين مباني جوه داخلية كده. ممكن تيجي تقول له انا عايز اشكلها بالشكل ده، فيبدأ يوريك التخطيط بتاع المباني كانت بتعمل ازاي. طيب طيب تبدأ بقى تقول مثلا دي هتبقى غرفة النوم. طيب انا عايز بقى ايه، اجي هنا عايز السرير ده مثلا. طيب عايز ايه تاني، عايز تسريحة مثلا، تبقى صعبة كده. سيمين نلف كده، تقدر تحطها بالشكل ده. عايزين مثلا قوانين صغير
نحط مثلا حاجة زي كده، درع صغيرة ممكن نحطها فوق الديت بالشكل دوت، عايز اللايت بالشكل دوت، خليها ننزل شوية. وعايزين نحط مثلا لمبة من الورد اللي هي زي ما انت شايف، ممكن تاخد مثلا أي مرة من دول. ونبدأ بقى في الحمام، نبدأ نشوف ايه الحاجات اللي هتتحط في الحمام. هنحط مثلا أول حاجة القعدة، زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط. انت بتعلق، بتعمل سلكت الحاجة وتبدأ تحطها. دي كويسة. خلينا نحط كام شباك كده عشان ايه الناس تبقى مبسوطة. تقدر تتحكم في حجم الحاجة اللي انت بتحطها. تبدأ بقى تعمل كل النظريات المعمارية اللي انت عارفها في التصميم زي ما انت عايز بقى تتدرب عليها. التغطية دي الشباك، تهيأ كده للشباك. ممكن نديله مثلا تيبل برضه نحط عليها حاجات هو يفتكر. ده شكلها حلو كده.
طبعا مش هبدأ دلوقتي، فأنا هحط له الكورس ده مثلا. الكورس ده شكله غالي شوية، لما ينجح هدي له الكورس ده، هجيب له الكورس ده لما ينجح. ايه اللي بيجيبه فين؟ ممكن بقى احط له واحدة من دول كده هنا لو لقيتهاش. دي او الدور بقى ممكن نجيب مثلا دي نحطها هنا. ده ديكور يعني بقى على عليها الحاجات بتاعته. ده ستايل روم يعني، تاخد الروم جاهزة وتبدأ تحطها، وتقدر تشتريها تبدأ تحطها تنزل معاك على طول، بس طبعا حسب السعر يعني. ممكن في أي لحظة تيجي هنا تبني حوالي جديدة. دي هنا ستايل روم، اختار الستايل بتاعته. لو السعر كويس هتبدأ تاخد الغرفة كلها وتحطها بالشكل دوت، وبعد كده تبدأ تعدل فيها زي ما انت عايز. يعني كل واحدة من دول تقدر تيجي هنا تعمل سيلكت تعدل فيها زي ما انت شايف. هو اوتوماتيك هيظبط لك الحاجات اللي جوه والحاجات اللي بره والحاجات اللي جوه وكده. وبرده كل غرفة من دول تقدر تمسك وتعدل فيها بالشكل دوت اهو. أولا هبدأ بقى لما حركة الحركة دي، لأن الباب هيتقفل تحط الباب من أول.